على مدى يومين احتضنت مدينة جنيف فعالية الخلوة العلمية للمجموعة الإفريقية التي نظمتها البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف حول دراسة مختلف الصعوبات والتحديات التي تواجهها المجموعة الإفريقية داخل منظمة التجارة العالمية، وذلك بحضور سفراء البعثات الدبلوماسية الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية والصين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومسؤولين بارزين عن منظمة التجارة العالمية وأكاديميين وخبراء دوليين في مجال التجارة الدولية. قد بادر المغرب إلى تنظيم هذه الخلوة للاستماع لكل الأطراف الفاعلة في قضايا التجارة الدولية، من الصين الشعبية إلى الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف اطلاع الوفد أو المجموعة الإفريقية على مختلف مواقف الدول. إذن اليوم الأول للخلوة استمعنا فيه إلى كثير من الخبراء والأكاديميين والسفراء والمدراء العامين، بهدف أساسي هو بلورة استراتيجية إفريقية لمواجهة الأسئلة التي تطرحها مرحلة ما بعد نيروبي داخل منظمة التجارة الدولية. والمغرب كمنسق للمجموعة الإفريقية معني بهذه الاستراتيجية، لأنه منتدب من طرف أشقائه الأفارقة للدفاع عن موقف إفريقيا وعن قضاياها باعتباره بلدا رائدا في إفريقيا وفي التجارة الدولية. كان هذا اللقاء مفيد جدا، تشرفنا بإجراء محادثات مهمة والالتقاء بالسفراء الأفارقة معا. كان لدي حديث مع أعضاء آخرين، نحن نرى تقدم المفاوضات وفق الأجندة المبرمجة. لقد كان هذا الحدث مهم جدا، مكننا من إجراء لقاءات ثنائية، وهذا يجب أن يستمر في صميم الإجراءات واللقاءات. الصين كعضو في مجموعة الدول النامية تتعامل مع الدول الإفريقية. في الماضي كان لدينا مشاريع لتعاون ممتازة مع الدول الإفريقية، يجب أن نطورها أكثر في مجالات متعددة للتعاون. نحن يجب أن نتفاهم ونساعد بعضنا البعض بشكل أفضل. وتهدف الخلوة إلى تجميع وجهات النظر والاطلاع على موقف المجموعة الإفريقية بغية وضع خطة عمل واضحة المعالم لمواجهة الصعوبات التي تعانيها المجموعة الإفريقية داخل منظمة التجارة العالمية، فضلا عن تحليل المكتسبات التي تم تحقيقها خلال المؤتمر الوزاري الذي نظمته منظمة التجارة العالمية بالعاصمة الكينيا نيروبي شهر دجنبرين الماضي. للشرف أن أكون هنا بهذه المناسبة التي تنظمها البعثة الدائمة للمغرب. وكما تعلمون أن المغرب وغينيا لديهما علاقات صداقة وأخوة ليست حديثة العهد، وأن قائد بلدينا لديهما علاقات ممتازة. وأظن أيضا أن لغينيا دوافع عديدة تدفعها للمشاركة في هذا الحدث الذي يترأسه بلد شقيق، ويجب علي القول أنها مناسبة لإفريقيا لتجد الوسائل الضرورية كي تندمج في منظمة التجارة العالمية وتقوي التحامها كي تساهم في الأخير في تنمية التجارة العالمية. وكما تعلمون اليوم إفريقيا يجب أن تقوي صفوفها أكثر حتى يتسنى لها طي التهميش الذي كانت ضحيته. أظن أن هذا الورش مرحب به وسيسمح لنا بشتى الأوجه إيجاد الوسائل المناسبة لكي نصل إلى مرادنا. وكان المؤتمر الوزاري المنعقد بنيروبي قد أسفر عن مجموعة من التوصيات والمكتسبات لصالح الدول النامية والأقل نموا، أبرزها حق هذه الدول في دعم التخزين الحكومي للحفاظ على أمنها الغذائي، وكذا وقف الدعم الزراعي للدول المتقدمة فورا، ومنح الدول النامية الحق في صادراتها الزراعية حتى عام 2030، إضافة إلى منح الدول النامية معاملة تفضيلية فيما يخص ضمان وتأمين صادرات في السلع الزراعية والمعونات الغذائية الدولية.
اللقاء الذي حضرناه اليوم يتطرق إلى مواضيع عديدة ومختلفة، ولإتمام مفاوضات نيروبي التي لم تكن نتائجها مرضية وكانت ضئيلة ولم نصل للظفر بنتائج أكبر. وأتمنى مواصلة التفكير في ماذا يمكننا أن نفعل حتى يتسنى للدول الإفريقية إحراز مكتسبات داخل منظمة التجارة العالمية. نحيي جاهزية وتنسيق المملكة المغربية. هذه هي المرة الثانية التي ينظم وينسق المغرب نشاطات منظمة التجارة العالمية على مستوى المجموعة الإفريقية، وكذا الدور الريادي الذي يقوم به على مستوى المجموعة الإفريقية هنا في جنيف. وأملنا كبير في مثل هذه اللقاءات حتى نتمكن من تبادل الآراء مع مختلف الشركاء الكبار. ويلعب المغرب دورا رئيسيا داخل منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها باعتباره المنسق والناطق الرسمي للمجموعة الإفريقية لدى المنظمة، حيث يتولى الدفاع عن مصالح الدول الإفريقية الأكثر فقرا، خاصة فيما يتعلق بالفلاحة والأدوية والصحة العمومية، فضلا عن حضوره القوي داخل القارة السمراء من خلال البعد الإفريقي لسياسة الملك محمد السادس والمبادرات التاريخية التي قام بها على ساحة الإفريقية، وكذا من خلال تزايد حجم المبادلات التجارية مع بلدان القارة باعتباره شريك أساسي في تطوير أداء المنظمة العالمية خاصة على المستوى الإفريقي.